انا اعاني من ضيق واكتئاب مزمن وارجو الشيخ يدعو لي ان شاء الله. شكرا. شاء الله سادعو لك ان شاء الله. طيب الله يا شيخ يوسع صدرك. الله يوسع صدرك بالعافيه. امين. الله يوسع صدرك بالعافيه. امين يا رب. ولقد نعلم اسمع ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. وش العلاج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ترى من خير ما يعين الانسان قراءه القران والصلاه ومعرفة الدنيا. الدنيا ذي تراها يا ولدي ما تسوى من يزعل فيها. فهمت ولا لا؟ ما تسوى. ولذلك ما أحسن عنوان كانت محتاجان الجسمة تيجي في الراديو وتقول اضحك للدنيا تضحك لك. تضحك لك. اضحك للدنيا تضحك لك. والثاني يقول فل الحجاج وخل عنك التحاسيف. كل يموت وحاجته ما قضاها. ما قضاها. ما تسوي يا ولدي الدنيا ما يبكفوا.